أهلا بكم مشاهدينا في نشرة حصاد القوات المسلحة خلال أسبوع. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والتشادية. وأعرب وزير الدفاع خلال لقائه نظيره التشادي الفريق محمد أبا علي صالح على هامش منتدى أسوان عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية. كما التقى وزير الدفاع بالسيدة جونافييف داغيوساك نائب وزير الدفاع الفرنسي، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكري وأنظمة التسليح المتطورة، وكذلك مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين. أعرب وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية مع الجبل الأسود. جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع الجمهورية الجبل الأسود، حيث بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما ناقش عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد بردراش بوسكوفيتش وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاء موسعا تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب الفريق أول محمد زكي عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية. من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون العسكري مع القوات المسلحة المصرية، مشيدا بدور مصر المحوري في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 2019 بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط، والذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة. واشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية بالبحر، تضمنت رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية والدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية وتأمين سفينة ذات شحنة استراتيجية مهمة وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية. نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، حيث نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات ترازميسترال ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط. في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة، نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة. نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز مسترال ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط،
وقد تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز هاربون، وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كيلومترا. وقد أكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ عمق سطح من الغواصة بعمق البحر مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة، وقد ظهر ذلك من خلال قدرتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة. تأتي تلك التدريبات تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة. حضر مرحلة الأنشطة الختامية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية. أرسلت مصر مساعدات إنسانية عاجلة لدولة جيبوتي لمواجهة آثار السيول والفيضانات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال المتحدث العسكري إن المساعدات تضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية. بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمعاونة ودعم الأشقاء بدولة جيبوتي، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي، تضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية لمساعدة دولة جيبوتي الشقيقة في مواجهة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا. أشكر لمصرنا الشقيقة بالمساعدة المادية التي قدمت لجمهورية جيبوتي، وهذه ليس بالغريب إنما معروفة لمصر لمساعدتها للدول للأشقاء للدول الأفريقية وخاصة الدول العربية الشقيقة ومنها جمهورية جيبوتي إثر الفيضانات والأمطار الغزيرة التي نزلت في جمهورية جيبوتي. ونحن نفتخر للقوات المسلحة المصرية وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأننا نرى القوات المسلحة المصرية بالطائرة العسكرية الضخمة. هذه شرف لنا، تحيا مصر وتحيا جمهورية جيبوتي. نشكر لدولة مصر العظيمة بهذا الدعم الكبير المكون من الأدوية وخيمات وبطانيات ومواد غذائية لمساعدة الشعب الجيبوتي المتضرر بالأمطار القريبة. يأتي ذلك انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات. وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي والمهني والتعاون في مجال الابتكارات والتطوير، كما ينص على تقديم الدعم الفني والتقني لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة طبقا لأعلى المعايير الدولية. كان هذا عرضا لأنشطة وفعاليات القوات المسلحة خلال أسبوع. إلى اللقاء.